الإضراب هو طريقتهم للتعبير عن الرفض، رفض الاستغلال والتهديد، والاحتفاظ أيضا بحق المقاومة. أغلقوا محلاتهم بعد وصول رسائل تهديد من مسلحي ميليشيا الحوثي تطالبهم بدفع جبايات مالية كبيرة على جرامات الذهب التي يبيعونها. تجار الذهب في إب فضلوا إغلاق محلاتهم ببساطة والبدء بالإضراب. في المقابل لم تخلو تصرفات ميليشيا الحوثي من القمع، كما قال شهود عيان بمدينة إب. الميليشيا شنت حملة ضد ملاك الشركات والمحال التجارية الكبيرة وسط شوارع المدينة، واعتقلوا بعضهم بحجة عدم دفعهم للضرائب، وأغلقوا العديد من المحال الصغيرة الأخرى. تدهور أوضاع الناس وانشغالهم بجمع لقمة العيش جعلت الكثير منهم يعزفون عن شراء الذهب حتى بتلك المناسبات المرتبطة به أساساً. ومع هذا فالحوثيون يطالبون أصحاب محلات بيع الذهب بدفع مبالغ أكبر من نسبة أرباحهم تقدر بالملايين كجبايات لهم. لا يقتصر الأمر على تجار الذهب في المدينة، فأصحاب محلات الصرافة تعرضوا أيضا لنفس المضايقات من قبل الميليشيا، تكررت في محافظات مثل صنعاء والبيضاء وبقية المناطق التي يسيطرون عليها. وبالرغم من ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إلا أن ميليشيا الحوثي عادة تجد طرقا جديدة لاستغلال التجار ومطالبتهم بالجبايات ليضيفوا ثقلا على كاهلهم، ويتركونهم أمام خيارات جميعها مرة، إما الإضراب أو إغلاق محلاتهم نهائيا والخسارة.